وبالتالي هنروح بقى لتونس عشان نعرف اخر اخبار الجانب التونسي ونادي الترجي. الاستاذ عبد الكريم العبدي صحفي من تونس، برحب بحضرتك على قناه النادي الاهلي. اهلا بيك، تحيه معناها رياضيه من تونس. مساء الخير، تحيه للساده الحضور في الاستوديو وللساده المشاهدين لقناه الاهلي. وانا سعيد اكون، انا سعيد مره اخرى اكون ضيف في قناه الاهلي. بالنسبه للترجي، معناها يمكن اصبح جاهز كما يجب، لانه يعرف الاهلي كما الاهلي يعرف الترجي. الفريق تقريبا سيصل الى القاهره بالقوه الضاد نتاعه بكل العناصر الموجوده لدى المدرب خالد بن يحيى، ولاجل الدفاع عن حضوره، لاجل العوده بنتيجه ايجابيه من مصر. الترجي يعرف الملعب، يعرف المنافس، يعني في هذا الشوط الاول الذي في القاهره الترجي سوف ينزل لاجل العوده كما قلت بنتيجه ايجابيه، نتيجه تكمن في تحقيق الفوز او على الاقل التعادل الايجابي في المباراه الاولى، لان الحسم سيكون في تونس وهذا ما تعودنا عليه في المباريات السابقه ما بين الناديين. يعني عايز اعرف برضو من حضرتك اخر الاستعدادات الفنيه اللي ممكن يستعد بيها نادي الترجي لمواجهه النادي الاهلي. يعني اول مباراه حضرتك عارف ان هي بتبقى مباراه مهمه جدا في دوري الابطال، اول ثلاث نقاط مهمه جدا. هل حضرتك شايف لو نادي الترجي خرج بنتيجه سلبيه، هل نادي الترجي قادر على التعويض في مبارياته اللي هتبقى بعد كده في المجموعه؟ منطقيا سيمر الاهلي والترجي او الترجي الاهلي من هذه المجموعه كما تعودنا على ذلك، ومن حسن حظ الفريقين الاثنين ان القرعه وضعت زوج فرق يعني مع بعضهم في نفس المجموعه حتى لا يصطدم هذا وذاك بمنافسه في دور يكون اقصائي. الترجي من ناحيه الترجي جاهز ويعني بكل اللاعبين نتاعو للمباراه هذه الاولى التي تدور في مصر والاسكندريه بالضبط يعني. لكن المترشح او الفائز او الفريق الذي سيحقق نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب من سيكون حاضر ساعه المباراه، من سيكون اعصابه اهدى، من سيتحمل يعني اعباء هذا اللقاء ويعرف كيف يتعامل معه ويستغل الفرص. يعني المقابله يعني سيكون كما قلت من البدايه هو شوط اول، وكما الاهلي يعرف الترجي، الترجي يعرف الاهلي، وكل فريق يعني سيبحث على النجاح في هذا الشوط الاول الذي سيكون في الاسكندريه. يعني اخطر العناصر اللي حضرتك شايفها من وجهه نظرك ممكن تبقى فيها خطوره على نادي الترجي من جانب النادي الاهلي، هل حضرتك شايف ان في عناصر معينه ممكن تبقى مصدر خطوره؟ وهل غياب وليد ازارو واجاييه على النادي الاهلي ممكن يكون مريح شويه الجانب التونسي؟ وقبلهما عبد الله السعيد يعني تقريبا غاب الاهلي، وهذه تعتبر القوه الضاربه للنادي الاهلي، يعني هذا الفلوس الهجوم الخطير في النادي الاهلي اللي ازاروا الهداف وجايين اللاعب الخطير والفضل اللاعب في النادي الشخصي وهو معروف، هو عبد الله سعيد يعني. لكن النادي الاهلي فريق كبير، النادي الاهلي بعناصره الممتازه بالخبرات نتاع السنين بتقاليد الاهلي، يعني لا اعتقد ان غياب هذه العناصر رغم قيمتها الكبيره ستؤثر على النادي الاهلي. الاهلي سيكون خطير وبمن حضر، كما سيكون الترجي معناها حاضر، والفرق الكبيره الاهلي او الترجي لا تتاثر بلاعب مهما كان هذا اللاعب، لان هذه العناصر ليست في مستوى ابو تريكه او طارق غياب او العناصر الكبيره والنجوم المعروفه. يعني انا ذكرت طارق غياب يعني لاعب الثمانينات والتسعينات او العربي ابو تريكه، هذه العناصر لن تؤثر على النادي الاهلي، وستكون المباراه يعني ذات ماديه كبيره بين الناديين. يعني استاذ عبد الكريم العبدي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا، ويعني ان شاء الله تبقى مباراه ممتعه، وطبعا تاني بنرحب بالترجي التونسي في بلده الثانيه مصر.